السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مسام التعليمية. كتير من حضراتكم ما بيعرفش يوصل للفيديوهات الموجودة في القناة بكل سهولة. في الفيديو ده النهاردة هنعمل مع بعض جولة سريعة في القناة، وهنتعرف مع بعض على كل الفيديوهات اللي موجودة في القناة وازاي اقدر اوصلها بكل سهولة. تابعوا معايا لحد نهاية الفيديو. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وأتمنى من حضراتكم توصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات علشان يوصل للكل والكل يستفاد. يلا كده نبدأ مع بعض. اول حاجة طبعا انا بفتح اليوتيوب، بكتب كده في البحث ميس مامي التعليمية، تمام؟ بالشكل ده هتظهر معايا القناة زي ما هي كده قدام حضراتكم. هعمل كده اشتراك، هنا بيظهر الجرس، ببدأ كده اضغط عليه واضغط على الكل، يبقى انا كده فعلت زر الجرس على الكل، تمام؟ بعد كده انا عاوزة افتح القناة نفسها، بضغط على صورة القناة، وبعد كده شايفين معايا من فوق موجود ايه؟ موجود هنا صفحة الرئيسية، دي الصفحة الرئيسية بتاعة القناة. طيب جنبها دي الفيديوهات، طبعا دي الفيديوهات اللي انا بنزلها بشكل يومي. اصل الفيديوهات طبعا بكل سهولة بضغط على حاجة اسمها قوائم التشغيل. لو التليفون بتاع حضرتك بالانجلش يبقى هنا مكتوب بلاي ليست، تمام؟ زي ما شايفين معايا طبعا هي كلها مجموعة من اللينكات زي ما هي كده ظاهرة قدامكم. اول لينك معايا وهنا مكتوب فيديوهات تأسيس ماث، بنضغط كده على اللينك شايفين معايا بيظهر كل الفيديوهات الخاصة بالتأسيس، تمام؟ هنا كمان في المهام الأدائية للصف الرابع، في 9 فيديوهات. هنا كمان دي قناتي التانية اقتباسات إيجابية، القناة دي لو حضراتكم عاوزين تنموا عندكم مهارة الاستماع باللغة الإنجليزية، تمام؟ فالقناة دي كمان جميلة جدا ومفيدة، وهتلاقوا فيها كل الفيديوهات كلها بالانجلش، تمام؟ طب هنا في نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي للترم الثاني، كونكت بلس للصف الرابع الابتدائي برضو الترم الثاني. شايفين معايا هنا طبعا كل الجرامر الخاص بالصف الرابع الابتدائي طبعا الترم الثاني. هنا في ساينس، في كونكت للصف الرابع، شايفين معايا برضو كل الفيديوهات، طبعا كل لينك بيكون فيه كل الحاجات اللي انا شرحتها وكمان معاها الجزء الخاص بالجرامر بتاع المنهج. هنا في ماس الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي، وهنا كمان ده الساينس بتاع طبعا المنهج كله بالكامل، ومعاه كمان نماذج الوزارة. هنا في طبعا دي مراجعات ليلة الامتحان، في هنا كونكت للصف الثاني الابتدائي، في الجرامر، شايفين معايا اللينك ده خاص بالجرامر للصف الرابع، تمام؟ طيب بعد كده هنا كمان نطلع كده بره شوية، هنا في اهم المصطلحات للماس، هنا في كمان فيديو تعلم الفرنسية، هنا تقريبا في فيديو او اتنين، تمام؟ طيب بعد كده في كمان ننزل شوية لتحت اهم مصطلحات الماس، وهنا كمان في الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، وهنا طبعا كلهم 6 فيديوهات، انا الحقيقة ما كملتش المنهج للنهاية. هنا في كونكت للصف الرابع الابتدائي الترم الاول، شايفين معايا ده منهج كونكت كله كده بالكامل، تمام؟ وطبعا معاه النماذج والجرامر كله بالكامل. طيب نطلع بره كده، كمان عندنا في ماس للصف الثاني الابتدائي، هنا كمان في اكتشف للصف الثاني، لغة عربية للصف الثاني، ديسكفر للصف الثاني برضو، كونكت بلس للصف الثاني، هنا ماس دي سنة رابعة الترم الأول، طبعا ده لينك فيه ريفيوهات عن الكتب الخارجية. هنا في ديسكفر للصف الثالث، ده كورس تأسيس انجليش من الصفر، أي حد من حضراتكم عاوز ياخد كورس انجليش فده عندنا كورس بالكامل. هنا جرامر خاص بجميع المراحل، طبعا هنا بداية من مرحلة الكيج 1 حتى الصف الرابع الابتدائي، وكمان الجرامر ده هيكون مستمر معانا في الصف الخامس والسادس كمان الابتدائي. هنا في كونكت بلس طبعا ده سنة تالتة، هنا ماس تالتة ده ترم تاني، ماس تانية، شايفين معايا كل حاجة مكتوب وصدها هي خاصة بإيه. اللينك ده فيه فيديوهات تأسيس الطفل في اللغة العربية زي ما شايفين معايا، هنا ديسكفر اللينك ده فيه أساليب وتراكيب اللغة العربية يعني النحو بالكامل، بداية برضو من مرحلة الكي جي 1 حتى الصف الرابع والخامس كمان الابتدائي، تمام؟ دي بالنسبة لقوائم التشغيل زي ما شفتم معايا كده. طيب بعد كده هنا في عندي المنتدى، المنتدى ده انا يوميا بنزل عليه فيديوهات زي ما شايفين معايا، طبعا دي كل الفيديوهات اللي بتكون موجودة انا بنزلها او بتكون قديمة عندي في القناة، بعدها مرة تانية هنا وبنشرها في الجزء ده، فده الجزء اللي اسمه المنتدى. زي ما شفتم معايا دي كده كانت جولة سريعة في القناة، ودي قناتي الثانية زي ما قلت خاصة بأقوال المشاهير، يعني اي حد يحب ان هو ينمي مهارة الاستماع عند ابنه او مهارة التحدث، فبالتالي
بالتالي يقدر ان هو يشترك في القناة دي. اذا ما شايفين معايا بضغط عليها بتفتح معاكم القناة بالشكل ده، ودي كل الفيديوهات اللي موجودة في القناة، تمام. وطبعا القناة برضو فيها كانت قبل كده فيديوهات خاصة بمرحلة كيجي 2 ومرحلة كمان كيجي 1، وفيها فيديوهات تأسيس زي ما شايفين معايا. دي كل الفيديوهات اللي موجودة في القناة، وبرضو ممكن نقدر نجيب الفيديوهات دي من خلال قوائم التشغيل. ودي كانت ريفيوهات سريعة عن القناة بتاعتي، أتمنى أكون جبت أفدكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.